السلام عليكم، مكملين بشرح مادة الـ OS. رح نبدأ بشرح الـ Deadlock Avoidance. عندنا two algorithms، Banker's algorithm و Safety algorithm. هلا بالسؤال بيكون معطينا الـ resources المتوفرة اللي هما A و B و C، والـ instance لكل resource A 10 و B 5 و C 7. هلا بكون كمان معطينا عدد البروسيسز من 0 ل 4 ومعطينا الماكس. هلا فكره البانكرز كلها قائمه على الماكس، انه كل بروسيس قبل ما تبدا اكسكيوشن تحكي لي قد ايه متوقع يكون الماكس اللي بدها اياه من الانستانس. وبرضه بكون معطينا السؤال الالوكيشن اللي هي فعليا يعني من هذا الماكس لقد ايه انستانس عملت الالوكيشن. الاشياء المطلوب منا نحسبها اللي هم الـ Available و Need. هلأ نشوف كيف كل واحدة نحسبها. أول إشي الـ Available، بنيجي لحتى نحسبها بنشوف الـ Allocation لكل Instance، بنحسبهم 0 0 2 1 2 يعني 5، هاي C وهاي B وهاي A، هيك ترتيبهم. حكينا هون 5 ناقص 7 2. هلا واحد وواحد اتنين ناقص خمسة تلاتة، واتنين وتلاتة واتنين سبعة ناقص عشرة تلاتة، معناها الأفايلبل تلاتة تلاتة اتنين، يعني ضايل من A تلاتة، من B تلاتة، ومن C اتنين. هلا النيد، النيد بيساوي الماكس ناقص الألوكيشن. نحسبه 3 ناقص 0 3، 5 ناقص 1 4، 7 ناقص 0 7. هلا هون 2 2 1 0 0 6، 1 1 0 1 3 4. هيك بنكون حسبنا النيد بالأفايلبل. هلا ممكن يحكي لنا اذا اجت بي 4 عملت ريكويست ل 3 3 0، بنسمح لها ولا ما بنسمح لها؟ نيجي نشوف. بحكي لنا لما حدا يعمل ريكوست، بنيجي بنشوف الريكوست اقل من او بيساوي النيد لهذه البروسيس، فبنيجي على بي 4 اقل من او بيساوي النيد، اقل منها، بنيجي على الخطوه الثانيه. اذا كان مش اقل او بيساوي بيكون ايرور، لانه هي وصلت للحد الاعلى. هلا منيجي للخطوة الثانية، الريكوست أقل من أو بيساوي الأفايلبل. هلا هاي الأفايلبل 3 3 2 أقل من أو بيساوي، صح أقل من أو بيساوي. إذا ما كان أقل من أو بيساوي بندخل بحالة hold and wait، اللي هي الإشي اللي إحنا ما بدنا نوصل له. هلا بعد ما تأكدت من أول خطوتين، الخطوة الثالثة بدنا نعمل أبديت لكل المعلومات الموجودة عندنا. الأفايلبل بيساوي الأفايلبل ناقص الريكوست، يعني هون رح نطرح منها 3 3 0، رح يصفي عنا 0 0 2. هنعمل أبديت للألوكيشن، الألوكيشن بيساوي الألوكيشن زائد الريكوست، يعني هون كان الألوكيشن لبي 4 0 0 2، رح نزيد عليه هاي فحيصير 2 3 3. ثالث خطوة، النيد بيساوي النيد ناقص الريكوست، هاي النيد لبي 4 بنطرح منه الريكوست، فهون صف واحد صفر واحد. هيك بنكون شرحنا البانكرز الجوريثم.